طب شفتي ايه في عينيه؟ طب بصي بقى، اللي هقولك عليه تحطيه حلقه في ودانك وتنفذيه بالحرف الواحد. كل اللي شفناهم كوم، وعبد العزيز ده كوم تاني خالص، وطالما هو ما زعلش يبقى اكيد في حاجه في دماغه. طب وعليا؟ بالجزمه مش هيبقى ليها عين تبصلك تاني ولا تروح ناحيه الفيلا بعد اللي حصل. سلامه كمان. مش يبقى مفيش غيرك انتي وزوزه؟ ايوه، بس الموضوع مش سهل قوي كده يا بنت. هو في حاجه تيجي بالسهل برضه؟ المهم هتكسبي ايه في الاخر؟ يا هلا. مصحاش الصبح الاقي عزرائيل زرنا؟ شيخ حرام عليكي ده، يا بنت ابوكي ده راجل فقري، الود وده يجوزك واحد فقري زيه شحات. بس انا مش هسكت له وهقف له. والله العظيم ابويا ده غلبان معاكي قوي، انت اللي مفتريه مفتريه. ايه يا بنت؟ انت معايا ولا معاه؟ على حسب يعني. على حسب ايه بس؟ ابوكي ده لو شم خبر ان انت عايزه تتجوزي عبد العزيز ولا بترسمي عليه هيقوم الدنيا، مش هقعدها. مش بعيد يقعدك في البيت. لا، يا اما تسمعي كلامي وتعيشي في القصور وتلعبي بالفلوس لعب، يا اما تمشي ورا ابوكي وتبيعي بيض وسميط. الله، سميط ولا بيض وجبنه؟ بلا خيبه، الموقوس موقوس ولو علقه في رقبته فانوس. فسحي يا ام فسحي، بس عديني كده والنبي عديني. يا اختي انا مش فاهمه العيله المجانين اللي انا عايشه معاهم دي. فل يا سلوم. فل يا سونس. ايه ظبطت الدغف؟ مستنيك يا عم الدنيا. انا بكره خد يا أمور يا باشا. كلم الباشا. عايزين ناخد وندي في كلام ودي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، مفيش بينا كلام. يا هتكلم الباشا حلو، أنا عايز مصلحتك. يا باشا أنا عارف مصلحتي كويس أوي، ويكون في علمك يا باشوات. اللي حصل المرة اللي فاتت ده مش هيعدي. على فكرة بقى كل ده بقى رغي، رغي في رغي. هو الباشا عاملك أهو. أنت عامل فيها وحش ولا إيه يا ياض؟ قلت لك عايزين نتكلم كلمتين عشان نهدي الدنيا مالي. نصفي الامور الاول يا باشا، وبعد كده نبقى نهدي الدنيا ونتفق. نتفق على ايه؟ طب غوري اعمل الباشا شاي. غوري اه ماشي بسرعه. اعمل له شاي، اعمل له شاي فتله وطول له الفتله. طب عزيز بيه شوفوا كده، احتمال يكون عايز ارجعك الشغل ولا حاجه. ترجعني فين؟ على الحرام مديني مراجع، وانا هفضل سويت طول عمري يا حسني ولا ايه؟ يا عم رحمي، احتمال يكون عايز يديك فلوسك ولا يكون هيحاسبك على العربيه. طب استنى. الو تعب عزيز بيه؟ معلش يا باشا كنت في الحمام بس. النهارده؟ ماشي يا باشا، مع الف سلامه. خير؟ عايز نروح له بالليل الساعه 8. انا شايف ان انت تروح.
اهلا يا اخوي، تشرفت. سخني لي شويه ميه عشان استحمى. مفيش جاز، البيت كله ما فيهوش حاجه من ساعه ما حضرتك شرفت في الحجز وانا قاعده في البيت ما خرجتش. مش وقت الكلام ده، تصرفي. اتصرف منين يعني؟ الله، اعمل ايه؟ هو انا الراجل ولا انت؟ ما تتصرف انت. مالك يا وليه؟ ده انا بقيت يوم في الاسم من بعد الاخر بهدله. مالك في ايه؟ ملياش فيه، وبعدين بعد كده عشان انا عندي ميعاد ومش فاضيه لك. راح فين؟ انت مال اهلك؟ انا مال اهلي؟ مالك انا بويا فين؟ انت جرالك حاجه؟ قرفت، طهقت، ما بقاش عندي مرار خلاص، العيشه الهباب اللي انا عايشاها دي مش طايقاها. بقول لك ايه يا جابر؟ طلقني. ايه يا مرة، اتجننت ولا جرالك ايه في ايه؟ ما جراليش حاجه. الله، خلاص قرفت منك، مش طايقاك، ريحتك وحشه يا اخي. يا وليه ده ما كانش يوم بيته بره، مجنونه انت في ايه؟ مالك؟ بقول لك ايه، ابعد عني، انا لازم امشي. الله، فين ابويا؟ مالك؟ غور يا شيخ، ده تاكل قرف. الله.